أهلا، كيفكم؟ فيديو اليوم حيكون عن تجربتي في المدرسة. طيب، كيف كانت تجربتي في المدرسة؟ أول شيء أنا بديت تمهيدي، وبعدين ما أدري ليش دخلوني الروضة شوية، وبعدين رجعت مرة ثانية في التمهيدي. أتذكر أني رحت يمكن كم أسبوع ولا شهر ما أدري في الروضة، ورجعت مرة ثانية في التمهيدي. إيش اللي كان قاعد يصير ما أدري، بس أتذكر أني يعني مرة عجبت، كانوا يعني أجانب الطلاب والمدرسات كمان يعطونا يعني ندرس إنجليزي، وأنا كنت أحب يعني من صغري وأنا أحب أتعلم لغة ثانية، وكنا نرسم painting، وهذا كان أكثر شيء أنا أتذكر أني مرة كنت أحب painting، ويعطونا كذا فرش مرة كبيرة ونلون ونرسم. بس لما كنت أروح التمهيدي كنا ناخذ قرآن، فكنا نجلس كذا كلنا على شكل حلقة، وكل واحدة تقرأ جزء. أنا ما كنت أفهم إيش السالفة، ما كنت فاهمة ولا شيء طبعا. بس أتذكر أني كنت يعني يجيني النوم مرة، كنت كذا أصير. وبعدين أتذكر حتى البنات لينا قبل لينا نامت، وكانوا كذا يعني يفضحوني. بس مرة كنت أكره أصحى الصباح وأروح المدرسة، لأني مدري أظن كان عندي طاقة يعني مرة عالية، وكنت أحب ألعب ونضنط، فلما يجي الصباح ويصحوني أنا كنت خلاص يعني ما أبغى أقوم حتى، ويا ما نمت في الأرض وحاولوا يقوموني مرة ثانية وأقوم وأروح أنام في الحمام. ويا ما نمت في الحمام. المهم كانوا باليلا يعني يصحوني. فغير القرآن كان في أركان، وكان في ركن صيد السمك اللي كذا السمك اللي بالمغناطيس، تعرفوا هذه كنت مرة أحبها اللعبة. وكان في ركن اللعب الصلصال، فهذا كنت مرة أحبه كمان طبعا، كنت يعني مرة أحب ألعب وكذا أسوي أشكال فشخصيتي كانت قوية غريبة مرة يعني، لأني أنا يعني بعد كذا سنوات كثير من حياتي ما كانت عندي مرة شخصية قوية، بس وأنا في عمري يمكن 5 سنوات كانت شخصيتي قوية. حتى أتذكر أنه كانوا البنات كلهم كانوا يعني يبغوا يكونوا في صفي، وأنه أنا كذا كنت أحس أني أنا الملكة وأنا المديرة وأنا الباص وكل شيء. ضاربوا يبغوا يجلسوا جنبي، ما أدري ليش كذا كنت. بس بعدين كل شيء تغير في حياتي. أول يوم كان لي في المدرسة أذكر أني ما بكيت، بس أذكر أنه كنت خايفة شوية مستغربة، لأنه واحدة من البنات كانت تبكي وتبكي وتبغى أمها، أبا ماما وتبكي، وأنا أقول إيش السالفة يعني إيش قاعد يصير، هل أنا لازم أبغى ماما كمان؟ ليش أنا كذا يعني ماني، ما كنت جالسة أبكي ولا كنت يعني ما أدري. طيب أذكر في الابتدائي يعني مرة ذكرى كذا مرة صدمتني، أني كنت دائما أنسى حل الواجب. مو دائما بس كثير، لأنه كنت لما أرجع البيت خلاص أنا أنسى كل شيء صار في المدرسة، أنا الحين في البيت وقت اللعب، فأنسى مي شنطتي بعد أدري إيش كان وإيش صار. فطبعا كنت أنسى الواجب، كنت أنسى حل الواجب. فمرة من المرات المدرسة هزأتني، يا الله مرة عصبت علي كثير، وأتذكر أنه ليش ما حليت الواجب، قلت لها نسيت وكيف تنسي وكيف ما نسي، وبدأت يعني تعلت صوتها وبدأت يعني مرة تصرخ صوت عالي، وأنا بنت صغيرة يعني كم كنت عمري ما أتذكر، حتى 6 7 8 سنوات ما أدري. Sometimes in life, horrible and unexplainable things happen. These things are a test of character, and I have character. فأنا يعني أذكر إني مرة خفت ويعني كذا تعبت يعني وش صاير، وبدأت أبكي وتفشلت وقدام الفصل كلهم، يعني هزأتني كذا. خلاص مرة تفشلت وعقدتني مرة.
والله حرام عليها. بس فهذا يعني المدرسات كانوا يطلعوا حرتهم على البنات، مو كلهم طبعا، بس في بعضهم كانوا يعني ما تدري إيش مشكلتها، يعني عندها مشاكل في البيت مع زوجها ولا إيش سالفتها، ما تدري تجي وتطلع حرتها على البنات. فهذا الشيء يعني مرة غلط، شيء مرة ما هو كويس أبدا. وإن شاء الله إنه إن شاء الله إن الحين ما في زي كذا، إن شاء الله إنه يهتموا بهالأشياء ويراقبوا المدرسات أكثر. بس هذا وقتها أنا كنت يعني مرة من زمان، 1995 فمرة من زمان. اللي إذا ما تعرفوا أنا عمري 30 بس حبيت أقول لكم عشان تعرفوا إنه هذه السالفة من زمان. طيب فإيش صار بعد كذا؟ أيوة، فأنا سمعت إنه حتى إنه الأولاد في مدارس الأولاد إنها أسوأ بكثير، إنه المدرسين كانوا يعني يضربوا الأولاد يعني لدرجة أسوأ بكثير. فهذا شيء مرة يحزن، مرة يعني مرة غلط، لأنه خاصة لما نكون أطفال ولما الطفل يعني يمر في أذى جسدي أو نفسي أي نوع من الأذى وإحنا أطفال، هذه يعني تأثر مرة مشكلة كبيرة في النفس، وخاصة لما تكبر تبدأ تطلع لك بأشكال أنت يعني ما تتوقعها، وكذا يأثر على شخصية الطفل لما يكبر، يصير عنده شخصية ضعيفة، شخصية مهزوزة، ثقته في نفسه تكون يعني مهدومة، ويؤذي نفسه ويؤذي غيره ويعامل الناس يعني بطريقة غير صحيحة. وأنا ما أتكلم بس عن الأذى اللي يكون جاي من المدرسين، بس من الأهل أو من يعني الناس الأقارب أو أي شخص ممكن يمر في حياة الطفل. أهم أبى أتكلم عن الدروس اللي تعلمناها في المدرسة. طبعا الرياضيات أنا مرة ما كنت أوكي فيه، ألين بعدين مع فترة بدأ يصعب علي أكثر وأكثر. أظن مو إنه هو بدأ يصعب، أظني أنا صرت ما أهتم كثير له، يعني بدأت يعني مرة أنجذب أكثر للفن والرسم والكمبيوتر والإنجليزي كان أكثر شيء أحب أسويه، والفن طبعا الرسم، مدري التعبير، أنا مرة عانيت في التعبير، بس بعدين مع الوقت بديت أتحسن فيه، وبديت حتى أعبر كثير وأكتب شعر وأكتب يعني خواطر وكل شيء. حتى كان عندي دفتر خاص لهالأشياء وسميته ضوء القمر. Actually عندي بعض الصور ممكن أقرأ، صورت يعني بجوال كاميرتي، كاميرا جوالي، ممكن أوريكم. بتكلم عن الأشياء اللي كانوا يعني يحرموها المدرسات، خاصة يعني مدرسات الدين، كانوا يقولوا مثلا نتف الحواجب حرام. وأذكر البنت اللي مرة يعني نفسها تصلح حواجبها وكانت تقول للأبلة طب لو استخدمت المقص. فأذكر حتى الأبلة كانت ما كانت تعرف إيش تقول، أظن قالت لو شوية معلش، يعني كانوا المدرسات على كيفهم وإيش اللي هو حرام وإيش اللي مو حرام. فإذا قصتي بالمقص شوية عادي مو حرام، بس إذا نتفتي يا ويلك أنت هتروحي في نار جهنم، ممنوعة من الجنة خلاص. ويقولوا لنا عن البنات يلبسوا جينز، اللي الجينز حرام لازم ما تلبسوا جينز. يا الله تذكر هالأشياء، إذا أنتوا كنتوا يعني من جيلي كنت هتذكروا كيف كان الجينز حرام، فلازم بس تنانير أو يعني تنانير وبس تنانير طويلة. فإذا بنت جات المدرسة ولابسة جينز تحت المريول وورتنا إياه ولا شفناه ولا زي كذا، أوف يا ويلك، كانوا الأبلات يعني يمسكوا البنات كذا مرات
يسووا ايش يسموه تفتيش يشوف اذا البنات جايبين اشياء مفروض ما يجيبوها معاهم المدرسة، يشوفوا الاظافير لازم قص الاظافير، يفتش عن كل شيء، اذا جايبين جوالات ممنوع يجيب جوالات في المدرسة يعني. بس كان في ابلات ما يهتموا ابدا، ما كان عندهم مشكلة، بس في مدرسات كانوا ما ادري كذا ايش سالفتها، ما ادري يمكن هي كذا مزاجها ذاك اليوم ما هو مزبوط، ما شربت لها قهوة ذاك الصباح وجاية كذا تطلع حرتها في البنات وكنا اذا البنت ما كانت قصة ظافيرها كانوا يجيبوا المسطرة يعني كذا يضربوا في يدنا، لازم تكوني قصة اظافيرك. والاغاني طبعا الاغاني كانوا يقولون كيف انه حرام، وكانت الابلة تقول يعني اللي يسمع اغاني بيرح يسيح معرف حديدة او شيء كذا في اذنه وكذا، كان يخوف البنات مرة على الاغاني. انا كنت احب الاغاني مرة فكنت اسكت واقول لو يدروا بس. جملة اني انا اسمع اغاني اوف حرام، يا ويلك حتروح النار ورب راح يعاقبك، فقول ما يدروا حتى اني انا احب اغني، مو بس احب اسمع الاغاني احب اغنيها. الرسم انا كمان كنت احب الرسم وكنت ارسم كذا بنات يعني اشكال بنات، حوريكم بعض الرسمات القديمه اذا لقيتها عندي، فكنت ارسم بنات يعني زي الانمي كذا، وكانت وكانوا الابلات يعني بعضهم اذا شافوني ارسم ياخذوا الرسمه مني ويحطوا كذا خط هنا. ما ادري ايش كذا كانوا يسووا، يحطوا خط جد عند الرقبة انه يعني ايش انه هذه انه ما فيها روح، او ما ادري ايش كانوا يفكروا من زمان وليش كذا كانوا يرسموا خط، كانوا يقتلوا شخصياتي. انا الحين جالس استوعب كانوا يقتلوا شخصياتي. يا حرام المجرمين المجرمات. فكنت انا مره ازعل لانه رسمتي وانا تعبت عليها، وبعدين تجي كذا انت تحط عليها خط بالقلم، يعني قلم ما اقدر امسحه، انا ارسم بالرصاص وتجي هيك بالقلم تشخبط على رسمتي، اخ ما تعرفي قديش انا تعبت عليها. حتى لو هي شكلها يضحك بس تعبت عليها اوكي. لا ففي بنات كانوا يحبوا يجلسوا يتفرجوا على رسماتي وكذا، عرفوا الابلات لانه الابلات يشوفوا ويقولوا ايش بهم هذولا مجتمعين على دي البنت جالسين يتفرجوا، ايش جالسين يتفرجوا، فتجي الابله وتطالع وتشوف اني انا جالسه ارسم، ف بعدين ما اعرف يمكن كانوا يغاروا ولا شيء ما ادري، فتاخذ الرسمه وتقول لا حرام، اتوقع انهم كانوا يغاروا مني، يمكن مو انه رسمي حلو بس انه يعني انه انا كان في شيء عندي يبسطني، عندي هواية وشي كذا يسليني وأنا يعني أستمتع فيه، وهم يمكن ما عندهم طفشانين ذول المدرسات. مش في شيء ثاني، المريول يعني ما كان يعجبني لونه، ليش أخضر، كان كذا أخضر غامق مرة، وكنت أشوف بنات التمهيدية ومريولهم بينك وأقول يعني ليش، طيب أنا أبغى بينك. أغار أبغى الوردي، وردي حلو بناتي لبسيني ذا الأخضر الغامق. رحت مدرسة ثانية أرقى شوية وكانت أحسن بكثير actually بكثير، وسويت صداقات وقابلت بنات يعني مرة كانوا يعني طيبات، وبس ما أدري ليش رجعت نقلت مرة ثانية، لأنه وحشاني صديقاتي فكنت أبغى أرجع وأكون مع صديقاتي، بس بعدين لما رجعت صديقاتي نقلوا هما كمان راحوا، كنت يعني خاصة مكتئبة، يا ربي كنت مكتئبة مرة يعني، خاصة أيام المتوسط يعني من عمري 13 كذا، أنا في أشياء مريت فيها يعني مرة أثرت في نفسيتي ويعني كذا خربت مرة من ثقتي في نفسي، فخلتني يعني كذا منطوية مع نفسي البنات اللي يعني
يرسم معايا وما أعرف كيف كذا يعني يكسبوا ثقتي أو يخلوني أحس إني أرتاح لهم، أنفتح لهم وأتكلم معهم أكثر وأقول لهم عن هواياتي وأشوف إنهم متقبلين وما ينتقدون. يعني كانوا في بنات أتذكرهم كانوا طيبات يعني وقدروا كذا يخلوني أحس بأمان في صداقتي معهم، فكان حلو. فبعدين نقلت مدرسة ثانية، فهذه كانت ثالث مدرسة أنقلها، وهذه كانت يعني درست فيها الثانوي، وهذه المدرسة كانت يعني كمان أحسن من كل المدارس اللي رحتها، كانت أرقى بكثير، وكان من المدرسات أحسن، وكانوا يعني أتذكر حتى معلمات الإنجليزي كانوا أحسن بكثير، وأنا كنت مرة مبسوطة على هذا الشيء طبعا لأني أنا أبغى أتعلم إنجليزي وأحب إنجليزي، كنت حتى أحاول أعلم نفسي وأنا في البيت. حسوي جزء ثاني وحأتكلم لكم عن مرحلتي في الثانوي، سويت صديقات أكثر، لكن طبعا كان في صعوبات وحأقول لكم إياها في الفيديو الجاي. وبس إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو، إذا عندكم أي اقتراحات لأفكار يعني فيديوهات جديدة مواضيع تبوني أتكلم عنها قولوا لي في التعليقات. وبس لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب، وعندي باتريون إذا حبيتوا تدعموني، الرابط في الأسفل. شكرا، باي.